بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الفرقة الرابعة قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل مع حضراتكم إن شاء الله محاضرات مادة التحليل المحاسبي القوى المالية. النهاردة إن شاء الله آخر محاضرة عندنا في المنهج. خلصنا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، الفصل السادس والأخير اللي كان بيكلمنا عن أساليب تحليل القوائم المالية. كنا أخدنا آخر أسلوبين عندنا في الفصل ده، أسلوب إعداد قائمة مصادر استخدامات الأموال، وأسلوب إعداد قائمة تحليل التغير في رأس المال العامل. المرة اللي فاتت خدنا مع حضراتكم تمرين على قائمة مصادر استخدامات الأموال، النهاردة إن شاء الله ندرب حضراتكم على تمرين على قائمة تحليل التغير في رأس المال العامل. قائمة تحليل التغير في رأس المال العامل، نشوف المثال ده. مديني برضو ميزانية مقارنة لشركة في 1/3/12/2020، ادي 2020 وادي 2019 وادي البنود بتاعت الميزانية وادي قيمة التغير بالزيادة والايه والنقص. وزي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، انا اجيب لحضرتك الميزانيه بتاعت السنه الحاليه والسنه السابقه واطلب منك قائمه التغير او تحليل التغير في راس المال العامل. يبقى عشان تعد القائمه دي مبدئيا كده لازم تعد الاول ايه ميزانيه مقارنه بالشكل ده، او اديك الميزانيه المقارنه مباشره، يبقى انا اريحك من خطوه. واضح؟ زي الحاله بتاعتنا. يبقى انا اديت لحضرتك الميزانيه المقارنه في نهايه 2020، يبقى انا بقارن 2020 ب 2000 وكام و19، وادي قيمه التغير. البند اللي زاد احطه هنا، قيمة التغير بالزيادة أحطها هنا، وقيمة التغير بالنقص أحطها هنا. واضح؟ طيب المطلوب إيه؟ إعداد قائمة تحليل التغير في رأس المال العام. لو تفتكر المرة اللي قبل اللي فاتت لما اتكلمنا عن القائمة دي، قلنا القائمة دي جزئين. الجزء الأولاني بعرض فيه رأس المال العامل في السنة الحالية 2020 ورأس المال العامل في السنة السابقة 2019، وأشوف الفرق بينهم، التغير اللي حصل. هل رأس المال العامل في 2020 زاد عن 2019 ولا قل؟ ولو زاد ايه مصدر الزيادة، ولو قل ايه الاستخدامات اللي انا استخدمت فيها رأس المال العامل اللي قل ده، وده بشوفه في الجزء الثاني من القايمة. يبقى القايمة الجزء الاولاني فيها بحدد رأس المال في كل سنة، رأس المال العامل في كل سنة، والفرق بينهم يبقى التغير في رأس المال العامل. والجزء الثاني فيها بشوف مصادر واستخدامات التغير ده، زي ما نشوف مع حضراتكم دلوقتي. نشوف القايمة كده، ادي القايمة وادي الجزء الاولاني فيها، ادي السنة السابقة 2019 وادي 2020. انا بجيب في 2019 رأس المال العامل وكذلك في 2020. رأس المال العامل حضرتك عارف ان هو اصول متداولة ناقص خصوم متداولة، بكل اللي هتعمله هتطلع للميزانية اللي فوق وتجيب الاصول المتداولة وتطرح منها الخصوم المتداولة في كل سنة. ادي الاصول المتداولة في 2019 وادي الخصوم المتداولة، 423 اصول متداولة ناقص 131 التزامات متداولة يديك رأس المال العامل 292، ده كان في سنة 2019 السنة اللي فاتت. طب السنة دي بقى كام؟ بقى 540. يبقى زاد ولا لا؟ زاد. يبقى التغير في رأس المال العامل كان بالزيادة بمقدار 248، كان 248. طيب زاد ازاي؟ يبقى لازم اعرف ايه مصادر زيادته، زاد ازاي رأس المال العامل ده. عشان كده في الجزء الثاني بحلل التغير في رأس المال العامل اللي حصل ده، بحلل الزيادة دي، بشوف مصادر رأس المال العامل من الأصول والالتزامات أنه غير المتداولة وحقوق الملكية. خد بالك رأس المال العامل عبارة عن إيه؟ أصول متداولة ناقص التزامات متداولة. واضح؟ يبقى لو في تغير حصل فيه هيبقى مصدره حاجة تانية غير رأس المال العامل، اللي هو ها الأصول والالتزامات غير المتداولة وحقوق الملكية. واضح؟ وكذلك الاستخدامات بتاعت رأس المال العامل في الأصول والالتزامات برضو غير المتداولة حول إيه؟ وحقوق الملكية. وقلنا لو تفتكر المرة اللي قبل اللي فاتت، قلنا الجزئين دول بيجوا منين؟ من قائمة مصادر واستخدامات الأموال. بحط قائمة مصادر واستخدامات الأموال اللي أنا كنت عاملها قبل كده كلها، بحطها كلها باستثناء من المصادر، مصادر الأموال ما باخدش النقص في رأس المال العامل، ومن استخدامات رأس المال ما باخدش الجزء بتاع الزيادة في رأس المال الايه العامل. يبقى ركز كده، باخد كل قائمة مصادر واستخدامات الأموال بحطها هنا، المصادر احطها هنا والاستخدامات احطها هنا، باستثناء الزيادة في رأس المال العامل والنقص في رأس المال العامل. واضح؟ طب نشوف الكلام ده، ادي مصادر رأس المال العامل، ادي المصادر. قلنا المصادر لو تفتكر ها الزيادة في جانب الخصوم والنقص في جانب الأصول، الزيادة في حقوق الملكية عند الزيادة في الأرباح المحتجزة. لو طلعنا فوق كده هنلاقي حقوق الملكية اهي، حقوق الملكية رأس المال كان 1500
فاضل 1500، فما اتغيرش. الارباح المحتجزه زادت بكام؟ ب 500. ب 500 يبقى احط كام؟ احط 500، يبقى الزياده في الارباح المحتجزه 500. طيب الزياده في الالتزامات طويله الاجل، الزياده في قرض السندات، هل قرض السندات زاد؟ ايوه زاد، زاد اهو ب 190 اهو. قرض السندات كان 40 بقى 230، زاد ب 190، يبقى ده من ضمن الايه؟ المصادر. كاني زودت القروض اللي عليا، حصلت على قروض 190. طيب ايه كمان؟ زياده في مجمع الاهلاك، مجمعات الاهلاك، مجمع اهلاك الالات ومجمع اهلاك المباني 80 وكام و16، مجموعهم كام؟ 96. يبقى دي المصادر كلها، مجموع المصادر اهو في الاخر اهو، مجموع المصادر اجمع الكل ده 500 و190 و96 يطلع كام؟ 786. 706 وايه؟ و80. واضح؟ طب الاستخدامات، جانب الاستخدامات نفس الفكرة عكس اللي فوق، هشوف لو في أي نقص في حقوق الملكية أحطها، أي نقص في الالتزامات طويلة الأجل أحطها، أي زيادة في الأصول الثابتة وطويلة الأجل أحطها. خد بالك إن أنا هنا وهنا ما بجيبش سيرة إيه؟ المتداول خالص، لا أصول متداولة ولا خصوم متداولة اللي هي بتاعت رأس المال العامل. يبقى الاستخدامات اللي عندي الزيادة في الأصول الثابتة، هتلاقي الأراضي زادت، آلات زادت، مباني زادت أهي، ادي الاصول الثابته، اراضي ومباني، اراضي والات ومباني كلهم زادوا. طبعا مجمعات الاهلاك انا خدتها فين؟ في المصادر. يبقى بحط هنا ضمن الاستخدامات الزياده في الاصول الثابته اراضي مباني والات اهم، مجموعهم كام؟ 538. طيب هل في اي استخدامات تانية؟ هل في اي زياده في اصول تانية غير الاصول المتداوله اللي انا ما باخدهاش اصلا؟ هل في اي نقص في حقوق الملكيه او نقص في الالتزامات طويله الاجل؟ ما فيش، هم دول بس. يبقى هي دي بس الاستخدامات، مجموعهم 538. شوف الفرق بين المصادر والاستخدامات يطلع كام؟ 248 صافي مصادر، المصادر ازيد. واضح؟ فكاني بقول ان الزياده في راس المال العامل، التغير بالزياده في راس المال العامل 248 تم تمويله من خلال المصادر ده اهي، المصادر ده اهي. يبقى المصادر دي اللي هي 786 تم منها او استخدم منها 538 في الاستخدامات دهيت بتاعت الاصول الثابته، والباقي اللي هو 248 تم استخدامهم في تمويل الزياده في راس المال الايه؟ العامل. واضح؟ طبعا هتلاحظ في المثال ده في الجزئيه ده هي بالذات نفس الملحوظه اللي انا قلتها المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت، اللي هي انا خدت هنا الزياده في مجمع الاهلاك بتاع الالات ومجمع اهلاك الايه؟ المباني. كان ممكن استعيض عن الاثنين دول بايه؟ ايوه بمصروف الاهلاك، مصروف اهلاك السنه. واضح؟ وهنا برضو خدت التغير في الارباح المحتجزه، ولو كان عندي احتياطيات اتغيرت كنت هحطها برضو. دي بدل ايه لو تفتكر؟ ايوه بدل صافي الربح اللي بحطه في المصادر والتوزيعات اللي بحطها فين؟ في الاستخدامات. يبقى نفس الملحوظه اللي انا قلتها المره اللي فاتت واكدت عليها المره اللي قبليها تركز فيها قوي. يبقى انت يا تحط صافي الربح في المصادر وتوزيعات الارباح في الاستخدامات، يا تشيل الاثنين دول وتحط مكانهم التغير في الارباح المحتجزه والاحتياطيات لو موجود. واضح؟ النقطه الثانيه، يا اما تحط صافي الى مصروف اهلاك الفتره ضمن المصادر، يا اما ما تحطوش وتحط مكانه ايه؟ الزياده في مجمع اهلاك الاصول الثابته زي ما انا حاطط كده. واضح يا جماعه؟ يبقى دي قائمه تحليل التغير في راس المال العامل. كده يبقى احنا خلصنا المنهج ورجعنا على قائمتين المهمين اللي هم مرتبطين ببعض، قائمة مصادر الأموال واستخداماتها وقائمة تغير في رأس المال العامل أو تحليل التغير في رأس المال العامل. شكرا ليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله.